عندك اليوم؟ موضوعنا لنهار اليوم راح يكون بنكهة سياحية شبابية، إذا تحت شعار شباب التحرير، شباب التغيير، شباب التعمير، المجلس الأعلى لشباب يستقبل الطبعة الثانية من تجمع شباب الجزائر لإحياء الذكرى 62 لعيد الاستقلال، والشباب ودورهم في التنمية الوطنية في مختلف القطاعات وعلى رأسهم القطاع السياحية. النشاط عبارة عن مهرجان شبابي يستهدف مشاركة 6200 شاب وشابة من مختلف الشرائح والفئات، تتراوح أعمارهم من 18 إلى 40 سنة، وذلك يوم غد 3 شهر جويلية 2024 من الساعة 5 مساء إلى 9 ليلا مقابل جامع الجزائر. إذن للحديث والتفصيل أكثر في هذا الموضوع ينضم معي الآن عبر الهاتف السيد يحيى المبودي، مستشار ومدرب في الطيران المدني وعضو في مؤسسة سفراء شباب الجزائر. سيد يحيى صباح الخير. صباح النور. سيد يحيى، أو كيف يساهم اليوم الشباب في تطوير وترقية السياحة، وما هي أهم السبل للوصول إلى سياحة مبتكرة ومتطورة؟ صباح الخير كل أعضاء قناة الوطنية، تحياتي كل سفراء شباب الجزائر وكل أعضاء المشاركين في الحصة. أنا يحيى المبودي، كمتخصص في وخبير مستشار دولي في مجال الطيران المدني، وحتى اشتغلت كثير في السياحة الدولية. أنا اشتغلت في تونس، اشتغلت في ليبيا، واشتغلت حتى في المجال التخصصي الطيران المدني في كندا وفي أستراليا. الحمد لله عندي خبرة على المستوى الدولي. أنا اشتغلت منذ 2004 حتى 2024 على المستوى كثير من الدول، يعني جي في تور دي موند، وعندي خبرة في السياحة. والسياحة جد هامة لتطوير الاقتصاد الوطني الجزائري. نعم، ربما ما هي أهم السبل التي يمكنها إنجاح هذا القطاع؟ من أهم السبل على عنوان الحصة هو الشباب، يعني باش نكون معكم صريح ونكون يعني معكم، يعني باش نشكركم على هذه الحصة وترقية السياحة مبنية على الشباب، لأن next generation is very important for advancement in tourism and aviation. يعني لازم تطوير السياحة، الأول سبيل هو تطوير الشباب وتوجيه الشباب والنكست جينيريشن للسياحة الوطنية والسياحة الدولية. هذا هو السبيل الرئيسي، يعني لا فورماسيون لا كاليفيكاسيون دو لا نوفال جينيراسيون. نعم، لو نحكي قليلا في المجال الذي تتخصص فيه ومجال الطيران او قطاع النقل الجوي، كيف يساهم وكيف يمكن الاستفادة منه في القطاع السياحي؟ نعم أستاذ، الطيران مربوط مباشرة مع السياحة، السياحة ثاني مربوطة مع الطيران، لأن ملايين وتقدر تقول ملايير المسافرين عبر العالم كلهم يمشوا عن طريق الطيران المدني. دونك لازم نعطوا القيمة باش نطوروا السياحة، لازم نطوروا الطيران في الجزائر. يعني لي دو سيكتور، لي دو فاكتور سون تري ليي، سون تري امبورتون بور ديفلوبمون دو توريزمون نجيري. لازم ترقية الطيران وترقية المطارات، و يعني فكرتي ثانية واقتراحي لازم ثاني إنشاء ودعم الشباب الخواص في إنشاء مؤسسات وخدماتية في السياحة وفي الطيران. نعم، طيب سيد يحيى، ربما تحدثت عن إنشاء مؤسسات لدعم السياحة، وش تقصد بها هذه؟ يعني ما هي المؤسسات اللي تقصد بها سيد يحيى؟ هذه المؤسسة كما قلت لك، المؤسسة هي مؤسسة تطوير لا فورماسيون الأولى. نعم. تكوينية، مؤسسة تكوينية وخدماتية لتكوين الشباب لا نوفال جينيراسيون دون دوماند لا فورماسيون اون افياسيون سيفيل اي لو توريزم اي لو ملتي سيرفيس اون افياسيون سيفيل اي لو توريزم مودرن. لازم يعني نديروا شركات، يعني شراكة مش شركات، يعني شراكة دولية مع أكبر مؤسسات تعليمية في السياحة الدولية باش نقدروا يعني نطوروا السياحة في الجزائر. ومع ثاني تكوين وإنشاء البارتنرشيب، يعني شراكة مع مؤسسات ثانية في الطيران الدولي،
باش نقدر نحقق يعني تطوير مستمر وتطوير يعني سريع في الجزائر في المجالين السياحة والطيران. هذا هو الفاكتور برانسيبال. مؤسسة يعني كما سفراء داروا في الجزائر، باش نعم نقول لك يعني مش غير في الدول العربية الشرق الأوسط، يعني دبي، قطر، نعم الكويت، نعم سيد الأردن، يحيى، لكن داروا حتى في سيد ماليزيا يحيى، أنتم كعضو في مؤسسة ماليزيا. سفراء الجزائر، ما هي ربما أهم النشاطات التي تقومون بها في هذا القطاع؟ احنا كسفراء شبه الجزائر درنا كثير كثير لقاءات وكثير مظاهرات تعليمية وثقافية ومؤتمرات تحسيسية في السياحة منذ عدة سنين، يعني منذ 2019 2020 21 22، يعني قريب من 5 سنوات اللي فاتوا كنا متعاونين على المستوى الوطني في كثير ولايات في الجزائر العاصمة وفي تسمسيت وفي الطيف وفي بجاية وفي ورقلة، حتى في أعضاء في ورقلة في الصحراء، كلهم يعني متعاونين ما شاء الله على تطوير السياحة وتطوير الطيران على المستوى الوطني يعني. نعم، شكرا جزيلا لك سيد يحيى، إذن كنت معنا على المباشر في حصة استوديو الصباح عبر شاشة الوطنية.